السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. هذا النهار ان شاء الله غنقدم واحد الحلقة ديال طريقة مجربة للاستغناء عن السيكاليم ديال الأرانب. بلا شك ان السيكاليم ديال الأرانب في الحقيقة راه غالي، شحال من واحد راه اكثرية في هذه الفترة ديال الصيف، يعني ما كيكونش الانتاج بزاف، خصوصا بالنسبة يعني المبتدئين ما كيكونش عندهم وسائل التبريد، ان الارانب غادي يصدقوا لهم في الولاده ديالهم، وغادي يصدقوا في يعني في في في, في التربيه ديالهم. بالنسبه للسيكاليم هو ما يمكنش ان الانتاج ما يكونش، وغادي المربي غادي يبقى يشري من جيبه. انا جربت هذه القضيه حتى انا، يعني وقع لي هذا المشكل ديال الإناث ما بقاوش كيولدوا. بقيت كنفكر سمو ممكن انني نستغني على 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 السيكاليم وندير واحد الماء، واحد العلف اخر، ويقدر انهم يصبروا ويبقاو بنفس الصحه ديالهم، ويعني يسمانوا، لما لا انهم يسمانوا، ولكن نستغنى على السيكاليم. السيكاليم راه بالنسبه ل 96 عفوا 90 درهم للخنشه، وكاين اللي كيتباع ب 95 درهم الخنشة، على حساب نقولوا 4 دراهم ونص. كاين ملي كديروا بالجمله ممكن انه تعلق ب 76 ريال. هي مزيانه، ولكن ملي كيكون الانتاج وكاين يعني ملي كاين منين تشري هذيك الخنشه ديال السيكاليم. اما ملي يكون ما كاينش الانتاج، انايا بحال هذه جات غير مصادفه، ومني جربت لقيت باللي الارانب ديالو ما تبدلوش الحمد لله. السر وهو الخبز الجاف. الخبز الجاف راه ديما كنهضر عليه في يعني في الفيديوهات ديالي، ولكن انا راني باغي نقول لكم ان هذا الحل راني توصلت ليه، خدام 100%، لا بالنسبه للبلديين لا بالنسبه للروميين. والبلديين اكثر، البلديين الناس راه ما كيستعملوش كاع السيكاليم. السيكاليم راه أغلبية كيشريو غير المربين ديال الأرانب الرومية، لأنهم كيحتاجوا أنهم ياكلوا مزيان. أما منين جربتو يعني الخبز الجاف، جربتو بالنسبة ل يعني الأرانب الروميين، لقيتو حتى هو خدام 100%، واخا أنني هاد 3 شهور ما شريتش كاع السيكاليم. ما تخيلوا أنني 3 شهور دابا راني خدام معاهم غير بالخبز الجاف. وكما وريتكم راه كاين واحد الاله، روبو هو خاص بتقطيع الخضروات والفواكه، وانا استعملته الخبز لقيته خدام. يعني هذه غير تجربه يعني ابتكاري، ولقيت انه كيقطع الخبز كانه سيكاليم، يعني قد القطع ديال السيكاليم صافي. وبقيت كنعطيهم داك الخبز، كنعطيهم لقيتهم صافي نساو سمو هو السيكاليم. يعني ولاو كياكلوا مزيان، يعني عايشين مزيان الحمد لله. ما لقيتش شي فرق، يعني ما لقيتش واحد الفرق ما بين السيكاليم والخبز. الخبز الجاف ممكن انكم تحصلوا عليه من الدار ديالكم، يعني القطاع اللي كيشيطوا لكم وكيكرموا هو. ممكن انكم الجيران ديالكم في العود ما يلوحوه، حرام انهم يلوحوا الخبز، يعني يخلطوه مع يعني الحوايج اللي ضايعين التالفه، ويرميوه مع الازبال اعزكم الله. لا، يحتفظوا بالخبز بوحده. وحتى الا كان عندكم القطيع كبير واحتاجيتوا الخبز بزاف، ممكن انكم تشريوه. تخيلوا ان يعني واحد البانيو، انا نوري لكم، يعني عامر بالخبز. عندنا انتم كما كتشوفوا معايا، هذا راه بانيو، شوفوا الحجم ديالو قداش. هانتوما هذا البانيو كله طاع ليا ب 25 درهم. 25 درهم هذا الشيء راه يعني تبارك الله، يعني كيضرب واحد المده، يعني ملي كطحنوه وكيولي مقطع بواحد الطريقه، يعني بلا ما تعطيو لهم هكا، عطيو لهم يعني مقطع. تخيلوا ان البانيو هذا في شريت 25 درهم، يعني بالنسبه للكيلو طاع ليا بدرهم ونص. درهم ونص كيلو ماشي هي بالنسبه للسيكاليم، انهم كتشريو ب 4 درهم ونص. درهم ونص 4 درهم ونص راه بزاف، يعني غادي المربين، يعني هذه راه واحد البادره طيبه ان شاء الله. ممكن الاستغناء على السيكاليم، وممكن انكم ديروا غير الخبز بوحده، راه خدام 100%. هذه يعني متاكدين ان الخبز راه خدام الارانب،
انهم ممكن انكم تبقى تعطيهم غير الخبز وحيدوا عليه حيدوا عليهم جميع الاشياء اللي غتضرهم. مثلا نقولوا شي حاجه خضراء شي 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 يعني نباتات اخضر النبات الاخضر او مثلا شي حاجه اللي غادي تدير لهم المراره. الخبز ما غادي يدير لهم حتى لا مراره لا والو. هو الخبز بالعكس فيه النشا اسمو غادي يدير لهم انهم غادي يردهم بصحه جيده وكي يعطيهم الشحمه يعني كاين التسمين هو كيسمن يعني تما كتولي المقادير. يعني ممكن انكم الامهات ما تعطيوهمش بزاف ديال هذا الخبز هذا ممكن انكم تعطيوهم نصف الكميه اللي كتعطيو للصغار. هما معروفه الكميه هي 100 غرام يعني طاس ديال دانون في النهار هذا هو الكميه. ولكن الا لقيتهم كيسمنوا بزاف هي مزيانه انهم يسمنوا يعني هما مزيان واحد يعني هذا الخبز ماشي دار الغلط كاين واحد شيء خطا بالعكس كاين واحد الحاجه مزيانه ان المربي غادي يرتاح ويقدر انه يشيط شي شويه ديال الفلوس ويدير لي كاج اخرين يشيط الفلوس انه ينجح المشروع يدير امهات جدد وي كانوا عنده جوج امهات يوليو اربعه ولا كانوا اربعه يديروا ثمانيه. المهم القضيه ديال السيكاليم راه غالي انا يعني ماشي كنحارب الشركات ديال اللي كيديروا السيكاليم ولكن انا راني جربت الخبز لقيته خدام 100% ما اداهمش ما دارش لا دياري يعني ما دار لهمش الاسهال الكوكسيديا ما تصابوش بها الالم ديال المعده ولا مزيانين ما كاينش انتفاخات حتى الانتفاخ ما كاينش. انا جربت الصغار لقيته ما دار لهمش شي غلط يعني هو رخيص وما كيديرش الغلط يعني راه خدام 100% الى المربي قدر انه يوفر من هذه الطريقه هذه انه يبقى يعطيهم غير الخبز الجاف مطحون او مقطع بطريقه ما هو واخا ممكن ان غير يحطوا في واحد الخنشه ويضربوا بواحد العصا ممكن انه يديروا في المهراز ممكن انه يقطعوا بشي مقص ممكن انه يشري واحد الروبو واحد الاله يبقى تقطع له الخبز ممكن انه يقسموا غير بيديه ويعطيهم لهم. المهم انه كيربح الثمن ديال السيكاريم اللي ممكن انه يخسر المشروع لان ما كيبنيش الانتاج المربي كي يعني كيقولوا انا غنشري خنشه ديال السيكاليم وفي الحقيقه ما كاين لا انتاج لا والو كيولي يعني كنقولوا كيولي خمول ما كاينش واحد الفرحه ديال تربيه الارانب وهي ملي كتبقى تدخل لك الفلوس. اي واحد داير تربيه الارانب ماشي باش يتمتع بالمنظر ديالهم ولكن انه اولا داكشي بينو بين الله لان تربيه الارانب راه يعني هي عمل شريف ولكن حتى الربح كينتظر انه يربح. اذا الحلقه ديالنا هي هذه راه موضوع مهم حاولوا انكم تجربوا لهم هذه القضيه ديال الخبز وتشوفوا الخير ان شاء الله اللي غادي يرجع لكم ملي غادي تبدلوا ملي غتلقاو راسكم ما كتشريو في السيكاليم والارانب ديالكم بصحه جيده ان شاء الله. اذا هذه هي الحلقه ديالنا النهار كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم. حاولوا انكم تفكروا مزيان في هذا الموضوع لان راه بالتجربه هادشي راني جربته عاد درت لكم هذا الفيديو هذا ما غاديش تلقاو الامراض غادي تلقاو واحد لا 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 واحد المشروع يعني طايح عليكم بزيرو درهم. ان هادشي ممكن انك تشري 20 درهم ديال الخبز وتضرب بها مثلا واحد الشهر راه مزيان ماشي بحال السيكاليم. السيكاليم فعلا السيكاليم حتى هو عنده المنفعه ديالو ولكن الا كان البديل ديالو واحد الثمن قل هذاك الشيء اللي راه هذه هي الحلقه اللي بغيت نهضر لكم عليها النهار. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر جيم وساندونا تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.